لماذا كلما تعرض بلد عربي لعدوان أو لأزمة تنطلق أصوات تنادي أين العرب؟ أين العرب؟ أليست صرخة عبثية؟ ماذا يستطيع العرب أن يفعلوا أكثر مما فعلوا؟ أليس من الخطأ تحميلهم أكثر من طاقتهم؟ أليس من الخطأ تصويرهم أكبر من حجمهم؟ أليس محل العرب من الإعراب عالميا في محل مجرور؟ هذا إذا كانوا موحدين، فما بالك إذا كانوا مفتتين؟ ماذا يستطيع العرب أن يفعلوا حتى لو توحدوا؟ أليس جمع الأصفار أصفارا؟ ماذا حققت دول الخليج من اتحادها المزعوم؟ ألم تبقى مجرد محطة بترول كما وصفها كاتب أمريكي مثلا؟ أليس الحكام العرب على حق إذن عندما يعملون بمبدأ رحم الله امرئا عرف قدر نفسه أو مد رجليه على قدر بساطه؟ أليست قيمتنا في البورصة العالمية سياسيا وثقافيا واقتصاديا تدعو إلى الرثاء؟ ألا يزيد الدخل القومي لإسبانيا وحدها عن دخل العرب أجمعين؟ ألا يعادل دخل شركة شل النفطية دخل كل دول الخليج مجتمعة؟ ألا تعادل ميزانية وزارة بريطانية واحدة ميزانية السعودية؟ أليس من المبالغة التهديد بسلاح النفط؟ هل كنا قادرين أصلا على استخراجه لولا الغرب؟ لكن في المقابل، ألا يستطيع العرب أن يفعلوا أكثر من ذلك بكثير لو توفرت لديهم الإرادة؟ ألم تستطع حركات مقاومة صغيرة جدا أن تنجز أكثر مما أنجزته الجيوش العربية مجتمعة عندما تسلحت بالإرادة؟ ألم تهز بعض الحركات العربية الإسلامية العالم؟ ألم تدمر كل محاولاتنا التكنولوجية؟ ألم يدمر العراق عندما حاول أن ينهض تكنولوجيا وصناعيا؟ ألا يبدع الشباب العربي عندما يخرج من وطنه؟ ألا يتمتع العرب بواقع أو بموقع جغرافي فريد يستطيعون من خلاله فرض شروطهم على العالم؟ ألم يركع العالم من قبل بسلاح النفط؟ هل كان العالم سيتكالب علينا لو كنا ضعفاء فعلا؟ هذا التفاؤل وهذا الكلام، يعني البعض قد يعتقد في واقع الأمر أنك يعني في الكاميرا الخفية يعني. نعم. لأنه هالكلام لا ينطبق على أرض نعم. الواقع. نعم. طيب نحن لماذا لا ننظر إلى الواقع؟ طيب اقتصاديا يتحدثون عن أنه العرب الأثرياء والعرب كذا. طيب ماذا يساوي العرب في الاقتصاد العالمي؟ ملاليم. هل تعلم أن البريطانيين يستهلكون بيرة سنويا بميزانية دول عربية كبرى فقط بيرة؟ بس دقيقة، ماذا لدى العرب في ماذا يشكلون؟ يتحدثون عن النفط. هل تعلم أن شركة نفطية غربية واحدة يعادل إنتاجها أو ثرواتها كل دول الخليج مجتمعة؟ هل تعلم أن ميزانية وزارة بريطانية تعادل ميزانية أغنى الدول العربية؟ ويقول لك العرب اقتصاديا. يا سيدي، إسبانيا لوحدها، اقتصاد إسبانيا وهي من الدول الأوروبية المتأخرة يساوي كل الاقتصاديات العربية المجتمعة. هل تعتقد؟ طيب إذن لا حول ولا قوة، نحن يجب أن لا يطلب منا عندما وقعت كارثة غزة، أين العرب الحكام العرب؟ شو طالع بيدن هدول؟ أخي، ما هو محلنا من الإعراب؟ ما هي قيمتنا في البورصة العالمية؟ سياسيا صفر، اقتصاديا صفر، عسكريا صفر. تصلك ساعة تحكي لي عن العلماء والعلم. طبعا. هل تنكر أن 70 مليون عربي، هناك 70 مليون عربي أمي لا يعرفون القراءة والكتابة؟ يا أخي دقيقة. نعم. في وقت الآن تغير حتى تعريف الأمية في العالم الحديث. الأمي الآن الأمي. يا أخي دقيقة، تعريف الأمي في الغرب الآن وفي إسرائيل هو الشخص الذي لا يستطيع أن يدخل إلى الكمبيوتر ولا يمتلك إنترنت، يعني يمكن أن يكون دكتور بأي ولا يستطيع أن يدخل إلى الإنترنت. دقيقة، هذا هو الأمي. نحن لدينا 70 مليون أمي لا يعرفون القراءة والكتابة، وجاي تحكي لي عن تقدم وتحاضر ودنيا وكذا؟ يروحوا يحطوا واحد زاد واحد. نحن لماذا يعني نكابر؟ هل تستطيع أن تنكر أن العرب يعتمدون على شيئين، ما يخرج من باطن الأرض وما ينزل من السماء؟ إما بيعتمدوا على الماء
ان اجى المي بيشربوا وبيزرعوا، اذا ما اجت المي بيموتوا من الجوع. ما العيب في ذلك؟ ما العيب في ذلك؟ هناك بلدان، تايوان، صحراوي، لديها اكبر كميه من النقد في العالم. اليابان ليس لديها اي مقومات صناعه ولا زراعه، هي تصنع كل شيء وتزرع كل شيء. انا اجيبك بس دقيقه يا اخي، لماذا نحن نكابر؟ لماذا نكابر؟ هلق الان النفط، كل هذه التريليونات، ماذا حصل للتريليونات العربية والاستثمارات؟ ماذا فعلنا بالتريليونات بتاع النفط؟ عملنا أبراج أبراج شاهقة. ماذا حدث لكل ماذا ما فعلناه؟ مشكلتنا أنه كل فلوسنا تبددت، كل شيء تبدد، أصبحنا في وضع أضعف بمئة مرة. بعدين تقول لي العرب، لا هذا غير دقيقة. صحيح يا أخي، العرب، إذا كانوا موحدين لا يستطيعون أن يفعلوا شيء بسبب بسبب أنهم مهزومون حضاريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وكذا. حتى الأفارقة مهزومون بسبب هذا الكلام الذي يقوله هو وتكرره أنت الآن. أنا أسألك، حتى الأفارقة أثروا في الحضارة العالمية أكثر منا بكثير. على الأقل هناك موسيقى أفريقية يستمع إليها العالم. نحن حتى في هذه أبسط الأمور لم نستطع أن نخرق العالم. بوب مارلي كسح الدنيا. حتى ثقافيا ليس لدينا أي محل من الإعراب. طبعاً فرق بيننا وبينهم نقطة، الغرب المتقدم أو الذين سبقونا، ولك أن ترى تأثير هذه النقطة على العرب. أولا، الغرب ونحن، العرب، والفرق بيننا نقطة. هم يتفاهمون بالحوار ونحن بالخوار، والفرق بيننا نقطة. هم يعيشون مع بعضهم البعض في حالة تحالف ونحن في تخالف. دقيقة. ونحن في تخالف، والفرق بيننا نقطة. هم يتواصلون بالمحاضرات ونحن بالمخابرات، والفرق بيننا نقطة. عندهم المواطن 100% مزبوط، وعندنا 100% مربوط، والفرق بيننا نقطة. عندهم المواطن وصل الحصانة، وعندنا لا زال في الحضانة، والفرق بيننا نقطة. عندهم يهتم الحكام باستقلال شعوبهم، وعندنا باستغلال شعوبهم، والفرق بيننا نقطة.